كيندر جوي ورا كل نجاح فرحة عظيمة. هنعمل الموس بتاع المانجا، ممكن انتوا تشيلوا عصير المانجا وتحطوا اي حاجة انتوا عايزينها. المقادير: معلقة كبيرة جيلاتين بودرة، معلقتين كبار مية من الحنفية، 125 جرام من بيوري المانجا او عصير المانجا او عصير اي حاجة تانية، معلقتين كبار من السكر، اذا انتوا عايزين تزودوا ممكن تزودوا، 125 جرام من الكريمة المخفوقة. هعمل ايه؟ المية هحط عليها الجيلاتين، ادي اول خطوة. تاني خطوة السكر هحطه على عصير المانجا، هرفع عصير المانجا اللي بالسكر ده على النار. ادي الكسرولة فيها عصير المانجا مع السكر، هنزلهم هنا. طيب طيب الكريمة المفروض نخفقها لحد ما تبقى كريم شانتيه، فأنا عشان عندي كريم شانتيه أصلاً مش ههدر الشوية دول. ادي شوية من الكريم شانتيه، اعملوا 125 جرام اهم، اللي هي علبة صغيرة لو احنا بنشتري من السوبر ماركت الكريمة الخفق اللي بتتحول على طول لكريم شانتيه بعد خفقها، يبقى علبة صغيرة. عايزة المانجا دي تسخن، طبعا المقدار ده هيعمل لي حبة صغيرين جدا، لسه كانوا المصورين بيتريقوا عليا دلوقتي وبيقولوا لي طب كبري كوباية شوية. هو يعني الأصول بتاعة الموس بيبقوا حبة صغيرين، احنا طبعا نقدر نضاعف الكميات زي ما احنا عايزين لحد ما نعمل كميات كتير. راح علينا شوية. بصوا بقى الخطوة دي مهمة جدا، بصوا الجيلاتين عمل ازاي، اتحول من بودرة لحبيبات كده من الجيلاتين. لازم نعدي بالخطوة دي الأول وبعدين هنروح لخطوة السائل السخن اللي أصلا دوبنا فيه كمان السكر عشان ما يبقاش باين، وابتدي أقلب الجيلاتين مع عصير المانجا والسكر، وهفضل أقلبه لمدة دقيقتين واروح على الكريمة. المفروض اني اسيب دي تهدى شوية قبل ما انزل بيها هنا علشان ما تبقاش سخنة مولعة وهي نازلة على الكريم شانتي او الكريمة المخفوقة، لكن معلش برضو الوقت ايه مش بيسعفنا قوي، فانا هنزلهم بقى ايه بحذر كده عشان ما تسيحليش الايه الكريمة قوي، يعني هتسيحها بس مش قوي. اول ما دخل ده التلاجة الكريم شانتي هيرجع يتماسك شوية يمسك نفسه، والجيلاتين طبعا هيبتدي يشتغل ويمسك لي الموس، بس هيبقى موس طري وهش وهيعجبكم جدا ان شاء الله. ممكن طبعا احط جواه قطع من المانجا، اهو يبقى موس بقطع المانجا. ممكن احط فيه البرطمان من تحت بسكوت، ممكن احط في البرطمان من تحت بواقي كيك، يعني ممكن نلعب زي ما احنا عايزين. نجيب بس مغرفة نغرف بيها الموس هنا. بصوا اصلا القوام وهو نازل معايا متشكرين قوي هش ازاي علشان الكريمة. بعدين هستناه يهدى شوية وبعدين هحط عليه شوية مانجا من فوق كده عشان شكله يبقى حلو. كيندر جوي ورا كل نجاح فرحة عظيمة.